الدنيا وما حقيقتها وما حالنا فيها. الحرص عليها من قبل ابن آدم موجود. كنا قبل سنوات نرى الكثير يحرص على هذه الدنيا، لكن في مثل هذه السنوات أصبح الهم الأغلب لدى كثير من الناس هو أن يحقق أغراضه وأهدافه ومتاعه في هذه الدنيا. فمع وجود وسائل التواصل لم يعد الأمر كما كان من قبل. كانوا فيما قبل ينظر الإنسان إلى أقربائه وأصحابه وما لديهم من المتع فيقول: آل فلان عندهم كذا وكذا، وآل فلان عندهم كذا وكذا، وفعلوا وصنعوا. أما في هذه السنوات فقد انفتحت الأبواب، فأصبح جل من في الأسر يقول: ذلكم الرجل الثري عنده ما عنده من المتع، وتلك الفتاة تشتري تلك البضائع بالأثمان الغالية. فأصبح الناس في مثل هذه السنوات إن تكلموا تكلموا من أجل الدنيا في غالب أحوالهم، إن سخطوا إن فرحوا إن وإن فإنما هو للدنيا. سبحان الله، كأننا نسينا دعاءه صلى الله عليه وآله وسلم كما عند الترمذي من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قلما كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقوم من مجلس حتى يقول هذه الكلمات من ضمن تلك الكلمات: اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، همنا الآن ما هو؟ إنما هي هذه الدنيا. حتى إن الكذب من قبل بعض التجار أو التدليس من قبل بعض الشركات أصبح سمة واضحة، كل ذلك من أجل الدنيا ومن أجل الحرص عليها. وكأننا نسينا أننا نفسد ديننا بحرصنا على دنيانا. لا يقال دع الدنيا وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا، لكن أن يكون الهم الأغلب هي الدنيا، فهذا هو الفساد للدين.